السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في البارتي 3 من الريزومي ديال لي ليميت لا كونتينيتي. المره اللي فاتت كنا حبسنا حد الكونتينيتي دو لا كومبوزي دو فونكسيون، شرحتها لكم مزيان. دابا غادي نكملوا داكشي اللي بقى من الكور ديال لا كونتينيتي باش نلخصوا واحد ملخص اللي هو تفصيلي اللي يخليكم تكونوا فاهمين لي ديتاي او ميم طون تقتصدوا وتختصر عليكم الوقت. قبل ما نكمل بغيت نعلمكم انه ديجا راه مازال التخفيض ديال ناقص 20% بالنسبه لي بلان اللي كاينين في البلاتفورم، اقصى اجل هو 18 سبتمبر. كنتمنى انكم تستافدوا منه قبل ما يسالي، لانه ما غير انفو تفوت 18 سبتمبر غادي يرجعوا للاثمنه الاصليه. غتلقاو اللينك في الديسكريبسيون ديال البلاتفورم وحتى النمره ديال الواتساب. هاد الفقره اللي غنشوفوا دابا هي لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون كونتينيو، أو العمليات على الدول المتصلة. شنو كيقول لنا؟ دونك سوا نفترضو بلي عندنا واحد فونكسيون اف اي جي دو فونكسيون كونتينيو سوغ واحد الانتغفال اي، سوغ واحد الانتغفال اي. الوغ اش كينتج عليه؟ انه اولا الا درنا واحد لامدا فوا اف غتكون كونتينيو سوغ اي، كذلك لامدا فوا جي درنا واحد العدد في واحد فونكسيون متصلة، فهادشي كيمنعش انها تبقى متصلة. حتى هادي راه دالة جديدة، مثلا عندك الدالة اكس او كاري متصلة في اغ، فحتى جوج اكس او كاري متصلة في اغ، حتى تلاتة اكس او كاري متصلة في اغ. عندك الين، ما عندكمش الين نتوما، مازال ما شفتوهاش، على تشوفوها ان شاء الله. عندكم مثلا كوسينوس اكس متصله في اغ، فحتى 3 كوسينوس اكس متصله في اغ مثلا. هادشي كاين. وشنو يخلينا هاد القضيه الديمونستراسيون زعما ديالها؟ الا كانت هادي كونتينيو، باش تبين انها كونتينيو تحسب الليميت ديال لامدا اف دو اكس كون اكس تونفير اكس 0 افيك اكس 0 من الدومين ديفينيسيون. ف بما ان اف دو اكس الليميت ديالها هي اف دو اكس 0، لان افترضنا ان اف اي كونتينيو هنايا، ف غنديرو سي ليميت كون اكس تونفير اكس 0 ديال لامدا اف دو اكس 0 اللي هي شنو هي هادي؟ نو pardon سي لامدا فوا اف دو اكس 0 هي الليميت، لان الليميت ديال اف دو اكس هي اف دو اكس 0 حيت افترضنا ان اف كونتينيو، حيت اف كونتينيو اون اكس 0 سي سولمون سي ليميت كون اكس تونفير اكس 0 ايكال اف دو اكس 0. داكوغ، دونك هي هادي، وهادي نقدر نشوفها هي لامدا اف فونكسيون سميتها لامدا اف دو اكس 0. داكوغ، دونك بينا انه ليميت ديال لامدا اف، لامدا ليميت دو لامدا اف دو اكس ايكال انت، بينا ان ليميت دو لامدا اف هاد فونكسيون سميتها لامدا اف دو اكس كون اكس تونفير اكس 0 ايكال لامدا اف هاد فونكسيون دو اكس 0. الوغ شنو؟ لا فونكسيون لامدا اف اي كونتينيو سيغ كونتينيو او بوان اكس 0. وما دي طولت فيها، ما خصنيش نعطيها هاد الهضرة كاملة. الى درنا عاوتاني لا فونكسيون اف بلس جي حتى هي تكون كونتينيو سيغ اي، ولا درنا اف فوا جي حتى هي تكون كونتينيو سيغ اي، لا درنا فالور ابسولي دو اف تايا تكون كونتيني سوغ اي، كاع لي فونكسيون غيكونو كونتيني سوغ اي، غيكونو كونتيني. باش نقاد حتى دا يبقى عندكم ملخص مكتوب، خصني نقادو في الكتبة اف بلس جي اي كونتيني سوغ اي، كونتيني سوغ اي. وكذلك اف فوا جي غتكون حتى هي كونتينيو سوغ اي، وكذلك ما درنا لا درنا اف اف سوغ جي، اف سوغ جي خص لا درنا بغينا نديرو اف سوغ جي، ولا نديرو ان سوغ اف بعدا هي الاولى، ان سوغ اف فوقاش تكون كونتينيو سوغ اي. خص يتزاد واحد الشرط، سي كيكو سوا اكس من اي اف دو اكس ديفيرون زيرو، إلا كانت ما كتساويش زيرو ما كتنعدمش، الوغ
حتى ان سور اف كونتينيو عندكم امثله كونتينيو كونتينيو سور سور اي داكوغ مزيان. مثلا هذه لا بغيتو تبينوا انه واحد بغيتو تبينوا ان مثلا واحد على اكس بلس 1 بغيتو تبينوا هاد الداله هادي انها كونتينيو سور انترفال مثلا 0 بلس لانفيني ندير 0 بلس لانفيني وندير اوفير باش نتهنى. مثلا هادي اسكو هاد لا فونكسيون اسكو لي كونتينيو سور 0 بلس لانفيني خصنا نقولو نبينو ان هادي كونتينيو سور 0 بلس لانفيني ياك. Bien sûr, il y a un polynôme, il est continu sur R, continu sur tout 0 plus l'infini. Zayd anna x plus 1 n'est pas nul, différence 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ça va? Abdul Bellat Khalia. Donc, moi, je vous soumets 1 sur une fonction, moi, je suis là, continu. Ce qu'on dit, nous, dès que la fonction est le dénominateur, ou le maqam, continue, l'intervalle, Zayd anna ne s'annule pas. Dans cet intervalle, sur cet intervalle. Demain, je vous, il faut que ce soit f sur g continu sur i. Maintenant, que ce soit f continu, g continu, on va dire maintenant. Donc, l'exercice où on a quel que soit x, من i, g de x ne s'annule pas. Il y a les g sur le maqam. Alors, c'est f sur g, à ce qu'on continue sur i. D'accord. Bien. Bien, les قواعد مهمه بزاف وغادي تخدموا بهم في سميتو في التمارين. هذيك حتى الفالور ابسولي اللي قلت لكم فالور ابسولي دو اف انا راه افترض ان اف و جي كونتينيو سور اي داكوغ عاد كينتج عليهم هذا الشيء. الا تزادت شي حاجه كنزيدوها خصنا شي كونديسيون كنزيدوها. فين زايد كونديسيون زايد في هادي وفي هادي داكوغ وفي هاد الاخر اللي غنعطيكم اف حتى هي فالور ابسولي دو اف حتى هي كتكون كونتينيو سو اي اذا كانت اف كونتينيو و غاسين اف خصنا نزيدو غاسين كاري دو اف فوقاش كتكون غاسين اف كونتينيو سو اي فوقاش كتكون هادي هنا خصنا بالاضافه لانه اف تكون كونتينيو سو اي خصها تكون اف اي بوزيتيف يعني سي Si quel que soit x min i f de x est supérieur ou égal à 0, alors sa racine f est continue sur. D'accord. On a raté que je fais une compte binôme racine carrée d'une fonction continue sur un intervalle. Ensuite, comme on a dit le composé de fonction, qu'on a fait le composé de fonction. Un intervalle. Un intervalle. Il y a f rang g continue sur i, si g continue sur i, f continue sur j, g de i inclus j. Alors, qu'il y a dit, le brinard doit un point, en un point, qu'est-ce qu'on va trouver? En un point. En un point. Je n'en goulou. C'est bien, là. Sur i, ou là, x, x0, là, qu'on, بس اون ان بوين كتب هنايا بوحدها كتب هنايا بوحدها اون ان بوين شنو غيوليو هاد الشروط اف رو جي كونتينيو في ان بوين اكس زيرو فوقاش فوقاش غتكون هاد القضية محققة اذا كانت جي كونتينيو اون اكس زيرو ياك و اف كونتينيو en g de x0. D'accord? F en g de x, il y a f en g de x, il y a f de g de x. Donc, si elle est, il y a f de g de x. Il y a x0, g, c'est ce qu'on continue avec x0,
ou R, ça se continue G de x0. Si je cherche en détail, il faut le cours détaillé. Donc, on a rien résumé. D'accord ? Des deux conditions. Ou là, on a une autre chose. Ou là, on a une autre chose. Ou là, on a une autre chose. Ou là, on a une limite. Il a quand G continue en x0. Ou là, il a quand limite. صراحة ماشي بحالها غادي نديرها بوحدها نديرها بوحدها هذه البروبوزيسيون واحد البروبوزيسيون امبورطون هادشي كامل اللي كتبت غنعطي لكم بي دي اف في الاخر ملي غنكمل الفيديوهات غنحط لكم بي دي اف في الديسكريبسيون تيليشارجيوه من البلاتفورم باش يبقى عندكم امبريمي ولا ديروا اللي بغيتوا كما قلت لكم نزيدكم واحد البروبوزيسيون كنكتبش انا النون ديال البروبوزيسيون ولا الرقم ديالها حتى راه كنريزومي وكناخذ الحوايج المهمه من الدرس بروبوزيسيون سي ليميت كون اكس تون فيغ اكس زيرو ديال اف دو اكس ولا جي دو اكس هي واحد ال اي ان اف اي كونتينيو في هذاك ال الوغ ليميت ديال اف رون جي دو اكس كون اكس تون فيغ اكس زيرو غتكون هي اف دو ال وهذه مهمه بزاف في البروبوزيسيون يعني حاولت تعقلوا عليها لانه بالمرات تكونوا باغين تحسبوا الليميت ديال جي ديال اف دو ديال شي حاجه حتى في لي سويت كتوقع لكم فخصكم تاكدوا من هذا الشرط ان اف اي كونتينيو في هذاك ال ال عاد كيمكن لكم ديروا ان الليميت ديال اف اون جي دو اكس هي اف دو ال كاين اللي في الغيلاكسيون ما كيذكرش انه هذيك الكونتينيتي فكتحسبوا الجواب ماشي كامل صحيح لانه ما ذكرش ذاك الشرط فضروري انكم تذكروا هذاك الشرط ديال الكونتينيتي في هذيك الليميت اللي خرجت لنا داكو ودابا غادي نشوف واحد الفقره مهمه اللي هي ليماج دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتينيو ليماج دان سيغمون باغ اون فونكسيون كونتينيو يعني عندنا واحد المجال بغينا نحسبوا الصوره ديال داك المجال كامل بواحد الداله متصله بيان سور خصها تكون متصله سينو ما نقدرش نحسبوا الصوره ديال المجال وغادي نقول لكم علاش دونك غندير ليماج ديال انترفال باغ فونكسيون كونتينيو و انترفال يقدر يكون ان سيغمون يعني يقدر يكون ان سيغمون يعني شي حاجه بحال هكا ا بي داكوغ و يقدر يكون تا اوفير بحال هكا فوالا حنا نخدمو في هاد لوكا هدا نكونو مهنيين والفقرة الثانية غادي نشوفو سيغ ان انترفال الانترفال دو تيب سواء يقدر يكون موال انفيني ا يقدر يكون موال انفيني ا بحال هكا يقدر يكون واحد ندير هنا بي ندير بي سيميو بي بحال هكا يقدر يكون ثاني ا بلس لانفيني يقدر يكون ا بلس لانفيني بحال هكا ولوق ويقدر يكون ان انترفال اوفير من دو كوتي موان لانفيني بلس لانفيني يعني ار كامل نحسبو الصوره ديالها يقدر عاوتاني يكون ان انترفال كوم سا اوفير ا بي ما هنا كنهضروا على ان سيغمون داكوغ دونك هادي دو جوج فقرات هما اللي كاينين هما اللي غتستعملوهم اكثر هي غتستعملوا هاد الفقره الثانيه غيكون عندكم شي مجال اما اغ ولا هذا ولا شي زيرو بلس لانفيني ولا تحسبوا هادشي غيولي عندكم من الابجديات ومن الحوايج الساهله اللي كلشي كيعرف ليهم يعني ما تخلعوش منهم
دونك واش تحدو غير من داك الجدول التغيرات طابلو دو فارياسيون. دونك بالنسبه للفقره الاولى هذه غادي نبدا بها هي الاولى الفقره الاولى. ملي كتكون عندنا اون فونكسيون اون فونكسيون كونتينو سيغ ان انترفال ولا ان سيغمون ا بي. ها هو السيغمون ا بي نديرو هنا نلونو بشي لون اخر. هذا هو لو سيغمون ا بي فوالا. وعندنا اون فونكسيون كونتينو سيغ هاد لو سيغمون يعني الحالة ناخدها بحال هكا بحال هكا بحال هكا اوكي. هذه هي سي اف لا كورف دو اف. كتلاحظوا معايا ان لا فونكسيون اي كونتينو سيغ سيت انترفال. هذه سي ليماج دو دو ا هاك ليماج دو ا. وهادي هي ليماج دو بي f de b. D'accord. Bien. Quelle est l'image de l'intervalle AB, le segment AB? Il y a l'image de tous les points appartenant à l'intervalle ou le segment AB. Il dit soit de le x qui est dans le AB, alors soit de le fin qui est dans le majel. Quand on peut parler que f de AB f de AB égale à ce qu'il brûle à l'alpha. Tout simplement, si je vous gagne ce soir les x les qu'on fait de l'intervalle AB, fin qui est mine. Alors, vous voulez que je vous montre un bien. Je traque zoom ailleurs, regarde les hages. Je vous montre un bien. Et nous, on a qui nous a le maximum de la fonction. Il est le qu'il dit le axa qu'il que tu as la fonction. هي هادي. وادنى قيمه كتاخذ على فونكسيون بيان سيغ في الانترفال ا بي ما تشوفوش هنايا وهنايا على برا ديال الانترفال تقدروا تلقاو اكثر. انا كنهضر لكم في الانترفال ا بي اقصى وادنى قيمه هي هادي نسميها انا غون تيم لو ماكسيموم والاخرى نسمي بيتي تيم لو مينيموم. داكوغ مزيان. هنايا كيبان لكم غيبان لكم مزيان انه كاع ولا جميع الصور ديال لي زيكس اللي كاينين في الانترفال ا بي تيكونوا هنا ما بين بوتي تيم غون تيم. علاش؟ لان هذا هو اقصى قيمه وهذه هي ادنى قيمه. فبالتالي صوره المجال ا بي ها ليماج دو الانترفال ا بي اللي كنسولوا عليها هنا ليماج ديال الانترفال ا بي شنو غتكون؟ غتكون هي الانترفال بوتي تيم غران تيم بوتي تيم غران تيم سي بوتي تيم غران تيم لو مينيموم اي لو ماكسيموم. دونك شنو نستنتجو من هادشي؟ انه ملي كنبغيو نحسبو الصورة ديال ان سيغمون كنديرو لي فارياسيون طابلو فارياسيون كنحدو المينيموم ماكسيموم ساي داكوغ. هذا هو لو كا جينيرال. ولكن كاين لي كا اللي كنخدمو بهم بزاف هما ملي كتكون عندنا اون فونكسيون مونوتون ولا ستريكتومون مونوتون في هاد الانترفال. كا دون فونكسيون ستريكتومون مونوتون اذا كانت عندنا اون فونكسيون ستريكتومون مونوتون ندير لكم هادشي غير بالرسومات باش تفهمو احسن. ا ا بي على فونكسيون من ديرها ستريكتوم مورطون يعني تزايدية. في هاد الحالة ها اف دو ا ها اف دو بي فوالا. في هاد الحالة كيبان لكم مزيان انه المينيموم والماكسيموم هما اف دو ا و اف دو بي. هذا هو البوزي تيم وهذا هو الكرون تيم. دونك اف دو لانترفال ا بي تو سامبلومون سي اف دو ا اف دو بي. D'accord. Bien. Au le cas d'une fonction strictement décroissante, voilà l'intervalle AB, une fonction strictement décroissante, à combien de chiffres ça va être? Tu comprends l'exemple? Je te donne une figure. C'est f de a. Hadi, c'est f de b. Faites le cas là.
l'image de l'intervalle ou le segment AP égale à le segment F de B qui sera le bon, F de A. Qui sera le bon. Parce qu'en croissante, c'est pas qu'il m'a ou ma. Le quand décroissante, c'est très bon. Qui voulait être un ou le petit thème? Ou être un ou le grand thème? مزيان ودابا دابا غندوز لهاد الفقره هذه ديال ان انترفال بهذا الشكل هذا غنلخصها لكم على شكل جدول هو ديجا عندي الفقره الثانيه عطيها لكم على شكل جدول ركزوا معايا نشرح لكم هذا الجدول يبان لكم مزيان انه لكان عندنا ان سيغمون ديجا شرحتها ا بي l'image de la quantité f strictement croissante à l'image de f de a f de b la quantité décroissante qui est calme la quantité intervalle ouvert mais je suis pas là de fermer la quantité ouvert quand je dis limite limite a à droite ou limite b à gauche on va faire un petit peu on va mettre comme un bien à droite le b à gauche, là à gauche, à droite. Le canot, l'axe qui se calme. Vous m'admettez, c'est dur, qui est tout lié à du bas salé, du bas salé. L'âge, la fonction est décroissante, strictement décroissante. Il est qu'un intervalle. Je vous mets. Il est qu'un intervalle ouvert le côté de l'A, ouvert le côté de l'B, ou fermé le côté de l'A. هنا بالنسبه لا لو كانت اف ستريكتمون كروسونت بالنسبه لا كنديروا ليماج بالنسبه لبي كنديروا ليميت كون اكس تمبر بي موينز ان ا غوش لان انا خدام من ا غوش دو بي حيت الانترفال هاد الانترفال لو كنا في هاد الانترفال ا بي اوفر من جهه بي واش حنا ا غوش لا دغوات دو بي اوني ا غوش درتو لا دغوات ريال يبان لكم هادشي و الا كانت اف ستريكتمون دي كروسونت كيتقلب لاوتر سامبلومون يتقلب لاوتر لكن انترفال موان انفيني ا كنديرو لا ليميت ليميت في موان انفيني و اف دو ا اذا كانت اف كروسونت سينو كنقلبو اذا كانت ديكروسونت و نفس الطريقه الا كان ا بلس انفيني كنديرو الا كان ا بلس انفيني اوفر من جهه ا كنديرو ليميت في ا ا دغوات و ليميت في بلس انفيني اف دي اكس الا كانت ديكروسونت هما نيت كنقلبوهم الا كنا عندنا ا بغا نحسبو ليماج ديالها فكنديرو لي ليميت في موان انفيني ليميت في بلس انفيني حيت حيت R لا بغيتي دير F دو R راك بحال غدير F دو موان لانفيني بلس لانفيني إيكال هادي لكانت كروسونت كدير ليميت في موان لانفيني ديال F دو X ليميت في بلس لانفيني ديال F دو X لكن فونكسيون دي كروسونت ستريكتومون دي كروسونت كتقلب ليهم الترتيب داكوغ وهادو هما لي كا شي هاد الطابلو هادا هما لي كا اللي كيكونوا بزاف عندكم وغتخدموا بهم دونك هاد الطابلو غتوليو عارفين هادشي ان شاء الله يولي عندكم سهل في لي زيكزارسيس ديرو تفهموا اكثر مزيان ملي ديروا لي طابلو دو فارياسيون هذا دونك راه جايين لي زيكزارسيس خليكم سيرتو الناس اللي متبعين في البلاتفورم راه كاين هاد الفيديو تيتحط حتى في البلاتفورم دخلوا على اللينك في ديسكريبسيون وتبعوا في البلاتفورم لانه من بعد تعطيكم سيري ديكزارسيس وتكون لا سيونس الاولى كتكون غراتويت تحضروا ليها و ابخي كاين اللي بغى يشترك في المنصه يتواصل معايا غادي نشوفوا دابا لو تيوغيم دي فالور انترميديير هذا سي ان تيوغيم تري امبورطون تيوغيم دي فالور مبرهنات القيم الوسطيه ولا القيم الوسطيه انترميديير و التيرون دي فالور انترميديير تيعتمد بشكل كبير على هاد الشيء اللي شفناه غير دابا شنو هو الكونسيبت ديال هاد التيوريم هذا التيوريم مهم بزاف و لي سيونس مات اكثرية تيخدمو بيان سيغ هاد الريزيمي ديال سيونس مات زعما لي سيونس مات اكثرية تيخدمو بواحد التيوريم اخر التيرون دو بيجيكسيون غنشوفو ان شاء الله هاد التيوريم دي فالور انترميديير هو اللي كيخلينا نجاوبوا على السؤال ملي كيقول لك فواحد الكيسيون تيقول لك مثلا في الكيسيون مونتري كو
que l'équation f de x égale à 0, tu as comme f de x égale à 0, ou là, tu as dit que f de x égale à 1 k. وهذه راه بحال هذه حيت لا رجعتي الكارت ديال الاخرى نقصتي كابل دو كوتي غترجع لهاد لوكا نقرا بحال بحال ادمي اون سوليسيون سور واحد انتغفال اي هاد السؤال كتلقاوه بزاف في التمارين وفي حتى في الوطني ادمي اون سوليسيون ادمي او موان اون سوليسيون هذيك كنخدمو تي في اي الى بغينا نبينو ان لا سوليسيون اي اونيك تما كنهضروا على تيرم بيجيكسيون هو اللي حتى هو غنشرحوا لكم ان شاء الله باش نعطيكم مثال من البلاتفورم نيت ها هو واحد السؤال ها هو سؤال جو سؤال واحد بارتي 3 مونتري كيل اكزيست او موان ان ريال سي appartenant à 0,1 tel que on a que ça le théorème des valeurs intermédiaires d'accord je vois qu'il y a une chose autre aussi raconte une chose autre ou là montrer qu'il existe par exemple partie 4 montrer que ce soit il existe un C aussi je vois le compte zéro Obtenir l'exercice 3 questions 4. Montrer qu'il existe un unique réel. Je vais vous montrer un TVI. TVI ou un ZIDO HR3. Vous avez une objection. D'accord. Aucune série 2, c'est hier. Il y a une série 2. Il y a une série 2. Montrer qu'il existe. Un souhait qui est out bzef. Là-dessus. Pourquoi je vous montre qu'il existe une solution de l'équation enfin surtout quand on le cours de la continuité enfin à comme traitement soit TVI ou là TVI plus une condition ou là terre en bijection là je vous débattre des valeurs intermédiaires mais d'ailleurs quel moment à faire انا غنعطيكم الفيرسيون الاخرى لان تي في اي تي اون فالور انترميديير كاين فيه دي فيرسيون كاين الاولى ريزودغ ليكواسيون اف دو اكس ايكال واحد لامدا ولا واحد الكار كيما قلت لكم انا غنعطيكم الاخر ديالها زعما الفيرسيون الاخرى اللي كتخدموها بزاف في التمارين صافي الفيرسيون الاولى ولا صراحه نعطيكم الفيرسيون الاولى والثانيه احسن حيت بعض المرات تحتاجوا الفيرسيون الاولى بارفوا الاخرى حتى هي مزيانه المهم نديرهم بزوج فيرسيون 1 تيقول لنا التيوريم بدا قبل ما نقول لكم لي كونديسيون حنا باغين هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكال ا ك واش ادمي سوليسيون مثلا واش ادمي سوليسيون في ان انترفال ا بي نخدموا في ان انترفال ا بي عاد نشوفوا في ان انترفال اوفير انترفال ا بي fonction continue fait d'intervalle c'est l'un f de a il y a dit f de b le blesse me ressemble toujours me disant on dirait un cas voilà f de a il y a dit f de b il y a dit même on a f de x égale à k واش كاين مام انا سولتك واش هاد ليكواسيون عندها حل يعني بحال كنقول لك واش كاين شي عدد واش هاد ليكواسيون عندها حل في الانترفال ا بي بالضبط باش نكمل السؤال ديالي يكون واضح بحال كنقول لك واش كاين شي اكس اسكيل يا ان اكس اسكيل اكزيست ان اكس طون انترفال ا بي تيل كو سون ايماج ايكال ا كا باش هادشي توفر هاد الكافي خصو يكون هنا خصو يكون في ليماج دو لانترفال ا بي خصو يكون الكا ابارتيان اف دو ا بي ماشي تما بالضبط ولكن ماشي تما سمحوا لي حيت ليماج دو لانترفال ا بي في الحاله هو بوتيت ام غروند ام غروند ام يعني جي تقريبا بوتيت ام غروند ام
خص يكون داك الكا ما بين بوزيتيف و كونتيم، يعني الكا خص يكون في ليماج دو ا بي. قريت في الدرس ديال لي زونسومبل المعنى ديال هادي هو ال اكزيست ان اكس من ا بي تيل كو سون ايماج ايت ايغال ا كا. في الدرس ديال لي زونسومبل لي زابليكاسيون في ولا باقي قريت في القضيه اون جينيرال تقول لك ان ا ابارتيان ا اف دو ا hein ou le b appartient ou le x appartient y ou la maintenant appartient à f de a ensemble a si seulement si il existe un x appartenant à a tel que f de x égale à y, d'accord, pour la deuxième manière enfin a dit l'existence que j'ai nommé la dernière et donc cette condition moyenne me bzef ben je rentre dans l'oha ainsi donc يعني خص راه باش نفيريفيو خصنا نحسبوا ليماج ديال انترفال ا بي، هو هادشي غيخلينا نحتاجو داكشي اللي شرحناه من قبل، داكوغ؟ انا راه كنلخص لكم ولكن التمارين هما اللي تفهموا فيهم مزيان. دونك قلنا اول كونديسيون ديال الاخر هي الكونتينيتي، حيت الا كانت هنا شي فونكسيون ماشي كونتيني غنقدروا نلقاو انك ما عندوش انونتيسيدون، الا كانت شي فونكسيون دايره بحال هكا مثلا دايره هكا هكا والكا كان هنايا، الكا اصلا ما عندوش اونتيسيدون، داكوغ ما عندوش اونتيسيدون اصلا. دونك خص اول شرط تكون اف اف اي كونتينيو سور لانترفال ا بي. ثاني شرط خاص تكون خاص تكون هذيك الكا كيما قلنا ابارتيان على انترفال ابارتيان على ليماج دو ا بي. Voilà. Il y a deux conditions qui demandent l'ina. Ça fait deux conditions, Kevin, qui demandent l'ina. Alors, il existe un sommet alpha, mais AB, tel que F de alpha égale AK. D'accord? Il y a des versions 1 de TVI. TVI. Théorème des valeurs intermédiaires. Version 2, alors je vais version 1. Vous voyez, version 2, quand je vais vous il y a le TVI, bien sûr. Ça y est, je vais juste sortir ça y est. Ça, c'est qu'on F et continue. Là, version 1, là, qu'on appartient à ça. Version 2, il y a. On a bien montré que f de x égale à k admet une solution. On a vu qu'un chiffre f de x égale à k, tu connais un adad n'est pas zéro. Là, quand on a quelque chose à montrer que f de x égale à zéro, yani le k est zéro. En fait, le cas, la version 2 est la version 1, mais le k est zéro. Il y a une version 1 générale et la version 2. Ou en tout cas, tu vois, dans la version 1, il y a un cas de l'autre, on se met dans la fonction, je dis, h et f de x moins k, et on a une version 2. Quand on a une version 2. Donc là, c'est la version 2, comme je dis. Admet une solution. Une solution sur, sur AB, bien sûr. Dans le là, sur AB. Alors, on fait continue sur AB. Chartienne, si on 0 appartient à F de AB. Mais on a que tu peux te le dire. Je ne vérifie pas. Parce qu'on a dit, il faut que nous ayons F de A fois F de B inférieur à 0. Allez, est-ce que l'image de AB, bien sûr, on a la quinte de fonction. La quinte fonction strictement monotone. Donc, on va faire le cas. 0 conflit l'image de AB. 0 conflit l'image de AB. Voilà. 0 conflit l'image de AB. Il y a juste le cas. Alors, il existe alpha men AB. Tel que son image est égale à 0. On va faire le cas. Est-ce que la condition est là?
كا كاين في الاف دو ا بي تقدروا تقولوا في بلاصه غير الا كانت شي غير الا كانت كا في هذه البلاصه اللي قلت لكم في الاول راه كافيه الا كانت كا هنايا كافيه جدا يعني كا محصوره ما بين اف دو ا و اف دو بي كافيه كذلك هنا تقدروا تقولوا ان ان الزيرو محصور ما بين اف دو ا و اف دو بي يعني اف دو ا صغر من الزيرو و اف دو بي كبر من الزيرو يعني وحده موجبه وحده سالبه فنقدر نجمعوها في حاجه وحده هي انه البرودوي ديالهم يكون سالب وهذا هو الاغلبيه ديالكم يكون عارفها الضرب ديال اف دو ا اف دو بي سالب كي يعطينا ان زيرو كاين في ليماج ديال انترفال اب يعني اف دو نقدروا ديروا بلاصه اف دو ا فوا اف دو بي انفير زيرو ولكن هذه خدامه اذا كان عندكم سيغمون يعني بحال هكا فيرمي ولا اوفير انفير او ايغال كيعطيكم زيرو كاين في ليماج ديال انترفال فيرمي اذا كان ستريكتومون زيرو كاين في ليماج اوف ليماج ديال انترفال اوفير ابي دونك هاد الكونديسيون تقدروا تلقاوها بلاصه هذه ما علينا دابا غنشوفوا التيغوم دو بيجيكسيون التيغوم دو بيجيكسيون مهم صراحه سي ميو حسن و تي في اي هاد تي في اي لازم تولا هي فيها جوج شروط لازم تولا الشرط الثالث اللي هو اف ستريكتومون مونوتون ف هادشي كيضمن لكم انه لا سوليسيون اي اونيك اللي كيسن سوليسيون اونيك ما بغيتش نطول عليكم كثر غنخلي هادشي البارتي الجايه ان شاء الله اللي تكون هي اخر بارتي